تقول: ما حكم استعمال أدوات التجميل مثل الحمرة والظل الذي يوضع فوق جفن العين مع العلم أن المستخدمة غير متزوجة ولكن ينقصها شيء من الجمال، ولا تضع هذا إلا بين النساء فهي غير متبرجة؟ لا بأس باستعمال المساحيق للزينة إلا أن الحاجبين لا يغير فيهما شيء، لا يقص منهما ولا يزال منهما شيء ولا يوضع فيهما شيء من الصبغ، لا داعي إلى ذلك. أما استعمال المساحيق في الوجه وما يصلح أن توضع فيه فلا مانع من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. ذكرت أنها غير متزوجة، هل هناك فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة في هذا الموضوع شيخ صالح؟ لا فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة. نعم. المهم أنها لا تظهر أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا فرق في ذلك بين المتزوجة أو غيرها، فإن للمرأة أن تتجمل وأن تتزين بما يباح من الزينة من غير تعرض للرجال أو إظهاره للرجال الذين ليسوا من محارمه. نعم.